الهجوم الأخير والخطير على لبنان بيخلينا نطرح سؤال مهم، هل التكنولوجيا الحديثة سواء كانت موبايلات أو سيارات ذكية ممكن إنها تنفجر فينا في أي وقت؟ بعد تفجير الآلاف من أجهزة البيجر ومعها أجهزة اللاسلكي والواقي تاكي في هجوم تم من على بعد وفي دقائق معدودة وأدى لوفاة العشرات وإصابة الآلاف، بدأ يبقى فيه سؤال جديد وخطير جداً، هل إحنا بنستخدم يومياً قنابل موقوتة ممكن تنفجر فينا في أي وقت؟ حذر الخبير المصري ومستشار الهيئة العليا للأمن السبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وليد حجاج من إن هجوم لبنان وضعنا أمام عصر جديد من الحروب الفتاكة، وإن الخطر القادم مش هيكون مجرد موبايل ولكنه السيارات الكهربائية الحديثة والذكية. ولك أن تتخيل أن الانفجارات في لبنان كانت بسبب حجم البطارية في أجهزة البيجر واللي مش بتعدي 70 جرام، لكن حجم البطاريات في السيارات الكهربائية الذكية ممكن توصل لأكتر من 600 ضعف بطاريات البيجر. المشكلة الأكبر هنا أن السيارات الكهربائية الذكية واللي أمريكا رائدة في تصنيعها سهل جدا اختراقها بالأقمار الصناعية أو شبكة الإنترنت وإعطاء الأوامر ليها لزيادة الحمل على البطارية ورفع درجة حرارتها، وده اللي هيخليها تنفجر فورا، مع العلم أن أجهزة البيجر كان صعب اختراقها نوعا ما وعملت كده. الخطر ما وقفش لحد هنا، لان السيارات الكهربائيه الحديثه مش محتاجه اي عمليه تفخيخ او زرع مواد متفجره فيها مسبقا زي ما حصل مع اجهزه البيجر، وكل اللي محتاجه عشان تفجرها هو التحكم فيها عن بعد باجهزه الاتصال التكنولوجيه المختلفه وتفجير بطارياتها، ولو ده حصل للاسف مفيش اي احتماليه لنجاه اي شخص جوه السياره، وممكن تتسبب في وجود ضحايا اخرين لو كانوا جنبها او بدمار المباني المحيطه بيها. فهل احنا فعلا قدام عصر تكنولوجي جديد لتسهيل حياتنا، ولا أمام عصر جديد لتفخيخ وتدمير حياتنا في أي وقت؟